الصحة والجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، معاكم الدكتور سيد الشهاوي أخصائي أمراض البطنة والقلب. النهاردة هنتكلم لأول مرة على القلب بصفة عامة، وخلال حلقات تالية إن شاء الله هنتكلم على الأمراض بالتفصيل. مبدئيا احنا بنقول القلب هو أكبر عضلة في جسم الإنسان، وبيكون ليها وظيفة مادية ووظيفة روحية أو نفسية أو حاجة غير ملموسة. مبدئيا القلب عضلة بنقول إن هي شكلها كمثري الشكل، بنقول إن هي في حجم قبضة اليد، موجودة في الصدر الناحية اليسرى، ده بالنسبة للمكان بتاعه. طيب تركيب القلب عبارة عن إيه؟ التركيب القلب عبارة عن أربع غرف، غرفتين علويتين بنقول اللي هم الأذينين، والاتنين اللي تحت بنقول عليه البطينين. وظيفة القلب بصفة عامة إن هو ليه وظيفة خاصة بجسم الإنسان من حيث إن هو إمداده بالطاقة. بمعنى إيه؟ المعروف إن إحنا عندنا القلب بالمنظر ده أو في المكان ده، وظيفته إن هو إحنا بياخد الدم اللي هو فيه غذاء اللي جاي من الكبد، وبياخد الدم اللي جاي من الجسم كله سواء من الجزء السفلي أو من الجزء العلوي، وبياخد الدم ده يوديه للرئتين يحمله بالأكسجين، وفي نفس الوقت بيتخلص من ثاني أكسيد الكربون اللي هو بيعتبر فضلات. بعد ما بيحمل بالأكسجين بيبتدي القلب يستقبله مرة تانية من الرئتين ويدخل الجسم كله، يديه عبارة عن طاقة. نقول الحتة دي هي بسيطة قوي، بس نقولها بتفصيل أكتر شوية، لأن أنا عشان أفهم القلب مطلوب مني أفهم ما يلي: إيه هو القلب؟ إيه مكانه؟ إيه وظيفته؟ بعد كده أبتدي أعرف إيه الأمراض اللي ممكن تجيلي، وإيه المضاعفات اللي ممكن أنا أتعرض ليها، وإيه الفحوصات اللي أنا أعملها لما أحس بأعراض معينة بالنسبة لمرض القلب. إحنا قلنا باختصار دلوقتي إن إحنا مبدئيا بنقول مثلا إن القلب عبارة عن إيه؟ اللي هو العضلة اللي موجودة هنا وظيفتها إن إحنا بنقول أنا لما باكل أكل طبيعي بيهضم في المعدة، وبعدين بينزل في الأمعاء، وبعدين بيبتدي إن هو ينزل في الأمعاء يمتص. لما يمتص بيبتدي يوصل من الأمعاء إلى الكبد، تبتدي الكبد تخرجه على القلب، بس قبل ما يمر على القلب بيمر ليه على الكبد؟ لأن الكبد بتحجز قدر من السموم اللي هي موجودة في الأكل، وبتاخد مواد معينة من الغذاء بتتعامل معها زي الأحماض الأمينية وخلافه. باقي الأكل بعد كده بيكون محمل من خلال القلب أو من الكبد للقلب، ده جزء كبير جاي من الدم من الكبد في الغذاء. طيب باقي الدم جاي منين؟ جاي عن طريق حاجة اسمها الوريد الأجوف العلوي، بيجيب الدم من الجزء العلوي. الوريد الأجوف السفلي بيجيب الدم من باقي الجسم من تحت. كل دول بيصبوا في حاجة اسمها الأذين الأيمن. بعد كده الأذين الأيمن ده بينزل الدم للبطين الأيمن، وبعد كده البطين الأيمن بيضخه من خلال الشريان الرئوي إلى الرئتين، بحيث إن احنا لو في أي غازات أو ثاني أكسيد الكربون أنا مش محتاجة في جسمي بنتخلص منها. بعد كده الرئة بتحمل الدم ده بأكسجين وترجع له القلب مرة تانية عن طريق الأوردة الرئوية الأربعة عشان يصب في الأذين الأيسر. الأذين الأيسر ينزل بعد كده على البطين الأيسر من خلال الصمام المترالي. بعد كده القلب بيضخ أقوى ضخة بالنسبة له عشان يضخ الدم في الجسم كله. الدم في الحالة دي بيكون محمل بالغذاء والأكسجين. الحالة دي الدم هو لما بيوصل الجسم بيديني طاقة، بيديني مادة غذائية، بيديني حركة، الكلام ده كله، بيديني تركيز، بيديني إدراك، الكلام ده كله. طيب القلب قلنا ان هو عبارة عن اربع غرف، اتنين بطين واتنين اذين. طب ايه اهم الشرايين اللي داخلة في القلب، وايه اهم الشرايين اللي داخلة منه؟ الشرايين اللي بتبقى جاية داخلة الى القلب احنا بنقول اللي هو وريد اجوف سفلي بيجيب الدم من الجسم من تحت، وريد اجوف علوي بيجيب الدم من الجزء العلوي. في حاجة تانية بنقول اللي هي الاوردة الرئوية الاربعة، دي جايبة الدم المؤكسج من الرئتين للقلب. دي الحاجات اللي داخلة للقلب. ايه الحاجات اللي بتخرج من القلب؟ في عندنا شريان رئوي، ده بياخد الدم زي قلنا من شويه من البطين الايمن عشان يوديه الرئتين عشان يحمل بالاكسجين ونتخلص من
الفضلات او من ثاني اكسيد الكربون عموما يعني. بعد كده في شريان الاساسي اللي هو الابهر الاورطه اللي هو بياخد الدم من القلب عشان يوصله لجميع اجزاء الجسم اللي هو محمل بالغذاء او بالاكسجين. طيب دي الوظيفه الاساسيه للقلب. دي وظيفه حيويه او وظيفه ماديه او وظيفه عضويه. في وظائف تانية يعني العلماء احتاروا فيها قوي بالنسبة للروح والضمير والحب والكره والكلام ده كله والفهم والإدراك. دايما علماء اللي هم المخ والأعصاب بيعتبروا ان المخ والأعصاب هو فيه الإدراك فيه الحب فيه الكره، والقلب عبارة عن مضخة معينة لقيام بوظيفة بس. بتبتدي أبحاث بعد كده بتثبت ان لا، ده القلب فيه أجزاء خاصة أو عوامل معينة خاصة بالحب وخاصة بالكره، وده استدلوا عليه بمحض الصدفة إن نقلوا عملية قلب من إنسان لإنسان. لو الإنسان اللي هو اتنقلوا عملية القلب كان بيحب حاجات معينة ويكره حاجات معينة، لقوا طباعه ومزاجه العام عاد بيحب أشكال معينة وبيكره حاجات معينة، فبالأبحاث سألوا على الإنسان اللي هو مات اللي هو نقلوا القلب منه، سألوا عيلته قرايبه ليه نفس الحاجات اللي كان بيحبها او بيكرهها هو نفس الصفات اللي اتنقلت للشخص الجديد. يبقى معنى كده ان دي ابحاث يعني تمت في اكتر من مكان ان القلب قد يكون مصدر حب مصدر كره. حتى دايما في احنا الخاص بالادراك والفهم في القرآن يقول لك لعلكم تعقلون، اللي هو العقل ان انا ادرك معنى الشيء. في حقيقات تانية اللي هو خاصة بالقلب ان هي تبقى خاصة بالضمير خاصة بالحب خاصة بالكره خاصة بالكلام ده، وده هنفسره في المرات القادمة ان شاء الله. طيب لو جينا نتكلم على حاجات تانية بقى اللي هي مثلا هنقول الاعراض اللي ايه، انا واحد اعرف ازاي ان انا عندي مرض القلب. مبدئيا انا بحس في بألم هنا في الصدر. طيب هو مش معنى ان اي الم في الصدر يبقى معناها قلب، في حاجات معينه ابتدي انا اشك ان دي خاصه بالقلب. مبدئيا امتى الاعراض دي تجيلي؟ لو انا عملت مجهود، مشيت بمسافه اكتر، عملت مجهود اكتر، اكلت وجبه تقيله قوي، مريت بلحظه حزن، ملاحظه غضب، ايا كانت الامور دي، واحد طلع مثلا عمارة دورين ثلاثة او اربعة، بيحس ان هو بيجي له فترة ان مش قادر يتحرك، يحس بوجع جامد ومش قادر يكمل، غير ان هو بينهج، دي كلنا بننهج، دي مش قضية، انما ان انا لما يجي لي تعب يوقفني في نص السلم او انا بجري او بلعب منشكور او ايا كان، وفجأة الاقي وجع في الصدر هنا مش قادر اكمل واحس في سكاكين او في وجع جامد في الصدر، ابتدي اشك في الحالة دي ان في مشكلة عندنا هنا في القلب. طيب الحاجات دي بتبتدي ان احنا نشوفها ازاي، اللي بنقول مثلا عندنا في الشكل اللي هو موجود دلوقتي على الشاشة قدامكم هيبتدي يبين لنا شكل تفصيلي عن وجود القلب. طيب انا لو عملت مجهود قلنا بنحس بمشاكل القلب، بيبتدي يسمع في الكتف او الناحية الشمال، ساعات بيسمع في الفك السفلي هنا او تحت الإبط، وساعات بيسمع في الظهر من ورا. يبقى أنا مبدئيا إمتى أحس إن في عندي مشكلة خاصة بالقلب؟ عملت مجهود قوي، إحنا بنحس بمسكة الصدر بالمنظر اللي إحنا شايفينه قدام حضراتكم ده، بحس بوجع جامد في الصدر كله. لو أنا عملت مجهود شاق، اتحركت مسافة كبيرة، لعبت ماتش كورة وحسيت إني مش قادر أكمل، الكلام ده إيه كله، أكلت وجبة تقيلة جدا وبحس بالتعب. دي أول حاجة إن أنا بحس فيها بالألم. ليه؟ لأن هو في الحالة دي إيه اللي بيسبب لي الألم؟ ان بيبقى مشكلة ان انا بعمل مجهود على عضلة القلب غير عادي، فالعضلة بتتعب مش متعودة على المجهود ده، فبيبقى فيها مشكلة معينة. انما لو انسان سليم مهما اتحرك ومهما اعمل مجهود ما يبقاش عندي ايه ادنى مشكلة. الحاجة التانية بيبقى فيه مشاكل في الشرايين التاجية. لو انا عملت مجهود جامد، القلب عضلة زي ما هي بتضخ الدم والغذاء للجسم كله، محتاجة ان هو فيه دم وغذاء يوصل لها. لما انا في مشكله عندي في الشريان التاجيه وعملت مجهود جامد، كميه الدم اللي بترجع للشريان التاجي اللي هي جايه تغذي عضله القلب نفسها بتكون قليله. فاحنا زي ما احنا شايفين في اللي هو الشرايين اللي هي على سطح القلب دي من بره، دي شرايين تاجيه بتغذي القلب نفسه عشان يبتدي يقوم بعمليه الضخ والوظيفه. لو الشرايين التاجيه دي حصل فيها ضيق او انسداد او جلطه او ايا كان، كميه الدم اللي راحه للقلب بتبتدي تقل، فبالتالي القلب بيحس هنا بألم. لو انا عندي الضغط عالي، يبقى معنى ذلك لما القلب بيجي يضخ الدم في الجسم
الانسان ده عنده ضغط عالي، فالضغط العالي ده مش بيخلي القلب يضخ الدم بدرجه كبيره، فالقلب بيبتدي يبذل مجهود قوي جدا عشان يقدر يسيطر على الضغط بتاع جسم الانسان، فبيحصل عضله القلب تزداد بالحجم. طيب ايه الاسباب التانية؟ احنا بنقول الانسان لو مر بمرحلة حزن شديدة، لان الحزن هو او القلق بيفرز مادة اللي هي الكورتيزونات، والكورتيزون من اعراضه ان هو بيزود السكر، بيزود الضغط، فبيعمل لي مشاكل في القلب. يبقى الحزن او التوتر بيفرز مادة الكورتيزون، والكورتيزون معروف انه من اعراضه الجانبية ان هو بيزود كمية الاحساس بالضغط او السكر. دي النفس، ساعات اللي هو امراض القلب دايما يقولك انا حاسس ان انا مش قادر اخد نفسي، لما اجي انام انا احس ان انا مش قادر، ابتدي اقعد واقوم وانحني كده عشان اقدر اخد ايه نفسي. احنا بنقول عليه ارثمنيا، ان هو الانسان لما بيجي ينام كمية الدم اللي هي بتضخ توصل للقلب قليلة، فيبتدي يحس بألم جامد جدا، فيبتدي يقوم يقعد ويبتدي ينحني قدام كده عشان يزود كمية الدم اللي راح من الشرايين التاجية للقلب عشان يبتدي الانسان يحس بنوع من الراحة. في برضو من اعراض القلب دايما العيان بيحس ان هو بيتعب من اقل مجهود. طب ليه بيتعب من اقل مجهود؟ لان هو المفروض انا الدم اللي طالع من القلب يتدخل الجسم يديني طاقة بقدر اتحرك اعمل المجهود اللي انا عايزه. في دم تاني بيطلع من القلب يرجع لعضلة القلب يغذيها. طيب لما يكون في مشكلة في القلب نفسه او في الشرايين التاجية دي، القلب نفسه قدرته على ضخ الدم هتكون قليلة، والدم اللي رايح له قليل، فيبتدي الدم اللي ماشي في الجسم قليل، كمية الغذاء قليلة، كمية الاكسجين قليلة، فتستهلك في اقل مجهود. فالانسان ده بيعمل اقل مجهود ويقول لك خلاص انا ايه تعبت مش قادر ايه اكمل، فبيبقى فيه احساس بالتعب. بعد كده بنقول في حاجة اسمها احساس بالخفقان. الخفقان اللي هو دقات القلب بتكون يا اما زايدة يا اما ايه قليله. زياده بتكون يعني يقول ان دقات قلبي سريعه وحاسس بيها، بنقول عليها تاكي كارديا. لو قليله حس فيها انا اقول لك انا مش حاسس بدقات قلبي، برادي كارديا. طيب هل معنى اي حد ان يحس بدقات قلبه سريع يبقى هو عنده القلب؟ لا طبعا. هو انا لو انسان مش متعود على الحركه ومش بعمل مجهود، لو اتمشيت شويه او طلعت السلم او اي حركه بحس ان انا عملت مجهود ودقات قلبي بتزيد، ده امر طبيعي. الحاجة التانية اللي بيحصل فيها خطأ كبير قوي عند بعض الناس ان هو دقات قلبه سريعة يقولك انا عندي القلب، والمشكلة بتكون في الستات او في البنات من 15 ل 25 سنة، لان في الفترة دي بتكون مسؤولة عن في الضغط بيكون قليل وفي نسبة انيميا عالية. الانيميا العالية والضغط الواطي بيزودوا دقات القلب، فدايما يقول لك انا حاسس بدقات قلبي سريعه يبقى انا عندي القلب. لا، هي مشكلته اول ما العين دي بيجي لي في السن ده انا اقول له اعمل لي صوره دم كامله واشوف نسبه الهيموجلوبين او كرات الدم الحمراء. الحاجه الثانيه ان انا بقيس الضغط بلاقيه ايه واطي قبل ما ادخل في المتاهات بتاعه القلب، اتاكد مبدئيا من نسبه الانيميا والضغط الواطي. الحاجات الثانيه اللي هي بتبتدي اعراض، بس دي بتبقى مراحل متاخره بقى في اللي هي بنقول فشل القلب. لو جينا نبص مثلا قبل ما ندخل في اللي هو تورم الساقين، هنبتدي نبص على الفيديو ده جزء من اللي احنا قلناه قبل كده، ان احنا بنلاقي ان عندنا الجسم الانسان بالشكل ده، بنلاقي القلب موجود في الصدر وموجود في الناحية اليسرى، ونبتدي بنركز على الاماكن اللي بيبتدي يدخل منها القسطرة سواء من الفخذ او من الذراع. الصورة هتقرب اكتر، هنيجي نشوف القلب صورته دلوقتي. ده الصدر بصفة عامة، القفص الصدري اللي بين الرئتين، هنا لقطة القلب. القلب زي ما احنا شايفين في الناحية اليسرى للصدر اللي ماشي ده، بيبقى ماشي حاجات في الشرايين التاجية، بتبقى لو دم عادي اللي هي كرات الدم الحمراء والبيضة والكلام ده، بس بيحصل ساعات في الشرايين التاجية دي نوع من التصلب او الاسيروما اللي هو بيدخلنا فيه اللي هي انسداد الشرايين او ضيق الشرايين التاجية اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده. ده الشكل اللي احنا ايه شايفينه. طيب نرجع ليه من الاعراض التانية اللي هي تورم الساقين. تورم الساقين او الاستس او مية البطن بتيجي من ثلاث حاجات، يا اما كبد يا اما كلى يا اما قلب. انا لما يجي لي عيان بالمنظر ده ببتدي اشيك على الثلاثه، اعمل وظائف كلى، اعمل وظائف كبد، اشوف مشاكل القلب. لو جينا نتكلم عن بالنسبه لينا احنا، الكلى سليمه، الكبد سليم، وفي تورم، احنا بنقول المشكله هنا جايه من القلب. ليه الورم او الاستسقاء ده موجود؟ لان القلب مش قادر يسحب
الدم من الجسم كله عشان يضخه للجسم، فبالتالي الدم ده بيتجمع في الرجلين. لذلك احنا دايما الناس اللي عندهم قلب دايما تلاقي رجليه بتكون مورمه شويه، لو ضغطنا بالصباع كده ونشيل ايدنا حوالي نص دقيقه بنلاقي ايه في علامه للورم ده. في حاجه تانية اسمها السنكوب. السنكوب يعني انا كميه الدم اللي طالعه من القلب بتكون قليله، ومعروف ان المخ فيه مراكز الادراك والسمع والحاجات كلها موجوده في المخ، فبتحتاج كميه دم وغذاء معينه. فلو الدم اللي راح لها بيكون قليل بسبب ان انا عندي مشكله في القلب مش قادر يضخ الدم، فالدم اللي طالع قليل، فيبتدي الانسان يدخل في حاجه اسمها سنكوب اغماء لحظي، ان هو بيتوه عن الوعي لفتره بسيطه، وبعدين بيبتدي ايه بيرجع مره تانيه. لان من رحمه ربنا بينا سبحانه وتعالى ان هو بيبتدي الجسم يعمل معادله داخليه عشان يعوض كميه الدم اللي طالع للمخ، لان الدم اللي طالع للمخ لو قل وقت زمن معين ممكن انسان يتسبب بالوفاه. لو جينا نتكلم على الوقايه، يبقى احنا النهارده هنتكلم على خمس نقط، بعد كده في الحلقه الثانيه هنمسك امراض القلب جزء جزء ونتكلم عليه بالتفصيل. دي بنعتبرها مقدمه عامه عشان اقدر بعد كده ادخل في المواضيع المهمه، لان انا مش هقدر اشرح الذبحه الصدريه او الشريان التاجيه من غير ما انا فاهم يعني ايه قلب، يعني ايه مكانه، يعني ايه وظيفته، يعني ايه الاعراض اللي انا بحس بيها. الكلام ده كله مهم، ان انا المقدمة دي بتهمني ان انا افهم الحاجات اللي جاية بعد كده. طيب الوقاية من امراض القلب بصفة عامة ايه؟ اول حاجة الحاجة المشهورة قوي موضوع التدخين. طيب هو احنا هنتكلم على التدخين بحيث ان هو كسبب، وان انا احمي نفسي من القلب كسبب. ليه كسبب التدخين؟ السبب التدخين بيكون فيه مواد كيميائية او نيكوتين ايا كان الامور دي كلها بتتحرق داخل الجسم وبتبقى موجودة داخل الاوعية الدموية. المواد الكيميائية دي بتتفاعل مع جدار الاوعية الدموية الخاصة بالقلب او عضلة القلب او الرئتين، وتبتدي تأثر على كمية الدم اللي ماشية في القلب، سواء ان هي تعمل لنا تصلب شرايين او ذبحة او الكلام ده كله. يبقى مشكلة التدخين ان احنا عندنا المواد الكيميائية اللي موجودة في التدخين بتأثر على الاوعية الدموية الخاصة بالقلب وبالرئتين، والقلب لو في مشكلة بيأثر على الرئة، لو في مشكلة في الرئة بتأثر على القلب. الحاجة الثانية اللي خاصة بالتدخين، التدخين بيبقى فيه كربون مونوكسيد او هو بنقول اول اكسيد الكربون. انا المفروض عندي ان القلب بياخد الدم قلنا من شوية بيوديه للرئة يتخلص من ثاني اكسيد الكربون ويحمله بالاكسجين يمشي في الجسم كله. لو انا بدخن بتكون كمية اول اكسيد الكربون بتمشي في الدم اكتر من الاكسجين، فبالتالي كمية الاكسجين اللي ماشية في الجسم بتكون قليلة، فيبتدي يحصل رد فعل عكسي، ان الجسم بيبعت اشاره للقلب ان كميه الاكسجين اللي جايه لي قليله، فانا احتراق الطاقه والغذاء مش كافي بالنسبه لي، فيبتدي القلب يضخ جامد عشان يعوض كميه الاكسجين اللي هي قليله في الجسم. ده بيكون كله تحميل على القلب. يعني احنا لو جينا نقول التدخين بصفه عامه، انا مش هقول لحد مثلا انت بتدخن بطل التدخين، لان ده قرار صعب جدا، احنا بنقول قلل. يعني هي الفكره، انا هضرب مثال بسيط قوي، يعني الارقام مش دقيقه قوي بس مجرد فاهم. يعني احنا بتفرز في المخ عندنا واحد نيكوتين في المخ، هو ده اللي بيكون خاص بالادراك. انا اول ما بصحى من النوم بستنى شويه اما افوق لحد ما الواحد النيكوتين ده يتفرز ابتدي اتكلم افوق الكلام ده كله. لو انا متعود ان انا اشرب شاي الصبح الواحد جرام مش مكفي، اشرب شاي عشان يتفرز مثلا 2 جرام، فانا الصبح لازم اشرب الشاي ده عشان 2 جرام عندي نيكوتين ابتدي افوق اتكلم الكلام ده كله. لو انا بشرب قهوه، الارقام دي غير حقيقيه بس انا بضرب امثال صحيحه عشان تكون خاصه بالفهم. لو انا شربت قهوه مثلا هتفرز 2 جرام، مع الجرام بتاع المخ يبقى انا كده 3 جرام. ال 3 جرام هم دول اللي يفوقوني اقدر اتكلم اقدر اتحرك. حد يجي يكلمني الصبح وانا قايم من النوم اقول له استنى لما افوق شويه، لو انا مش بشرب شاي. لو انا بشرب شاي اقول له اشرب بس كوبايه الشاي بتاعتي. لو انا بشرب قهوه اقول له طب ثواني بشرب قهوه وبعد كده افوق اتكلم معاك. ليه؟ لان انا متعود ان انا اخدت 3 جرام. طب نفترض ان انا بشرب سجاير، فانا لازم بيفطر وبعدين يشرب القهوه او كذا، او يشرب السجاير. ليه؟ السجاير نفترض ان هي هتطلع مثلا 4 جرام نيكوتين على الجرام اللي عندي يبقى انا 5. لو حد جه يكلمني الصبح وانا بشرب سجاير اقول له بص ما تكلمنيش دلوقتي انا مش فايق مش عارف ايه، طب استنى اما افطر اما اشرب سيجاره ابتدي افوق. الناس في رمضان بعد الفطار على طول اهم حاجه بيفطر عشان يشرب السيجاره، عشان يبتدي يحس ان هو بدا مدرك للواقع اللي حواليه.
طب الموضوع جه ازاي؟ جه تدريجي، هو 1 جرام، بعد كده شاي 2 جرام، القهوه 3 جرام، لحد السجاير 5 جرام. عشان مره واحده اقول لواحد بطل السجاير مره واحده ويبتدي يرجع يعتمد على الواحد جرام من النيكوتين بتاع المخ، هيحس بتعصب، هيحس في مشكله في المخ، هيحس ان هو متضايق لان هو متعود على 5، انا هيرجع للواحد الجرام تاني كده مش هينفع. فاحنا بنقول ايه؟ انا بقول لك ما تبطلش، بس احنا بنعمل ايه؟ بنقلل. زي ما انت ابتديت تدريجي تقلل تدريجي، بمعنى اللي بيشرب سجاير بيشرب سيجاره سيجارتين كده من واحد صاحبه او كلام ده في اليوم، بعد كده يقول لك اشتري مثلا فرت، اشتري 5 سجاير مثلا او كذا ويشربهم في اليوم. يعني يوم ما ياخد قرار ان هو بيبتدي يجيب علبه سجاير فيها 20 سجاره بياخدها مثلا بيشربها على 3 ايام، يبقى اليوم تقريبا 7 سجاير. شويه يزود يبتدي يشربها على يومين، يبقى كده شرب 10 سجاير. تبتدي تزيد معاه يشربها في يوم ونص كده وصل انه يشرب 15 سيجاره. بعد كده يشربها في يوم كده وصل انه يشرب 20 سيجاره. عشان اقول له بطل مره واحده مستحيل، انا بضحك على نفسي وبضحك على العيان. فالمفروض انا ارجع تدريجي زي ما بدات. علبه السجاير دي اقول له لمده شهر مثلا حاول تخليها تكفيك يوم ونص. يبقى انا كده هقلل تاني، بعد ما وصلت لقمة المنحنى هبتدي انزل، يوم ونص هشرب 15 سيجارة. اقول له خليها الشهر اللي بعديه حاول ان انت تخليها تكفي يومين، يبقى كده 10 سجاير. بعد كده اقول له خليها مثلا 3 ايام، يبقى كده وصل 7 سجاير. يوم العين بتاعي يوصل لخمس سجاير في اليوم، مش مشكلة بالنسبة لي يعني، انما الافراط في علبة او علبة ونص او اتنين دي المشكلة اللي احنا ايه عندنا. يبقى فكرة ان انا ابطل السجاير مرة واحدة هيرجع للسجاير مرة تانية. هي الفكرة ان انا لازم ابطل تدريجي عشان ابتدي اعمل سحب للنيكوتين من 5 لـ 4 لـ 3 لـ 2 لـ 1 زي ما انا ايه ابتدي. الحاجة دي ممكن ما تكونش متوفرة عندنا اول اللي هو الخمور، يبقى نرجع للموضوع بتاعنا ازاي اقي نفسي ان انا اقلل ايه التدخين. الحاجة التانية اقلل الخمور، ده مش متوفر عندنا قوي. الحاجة التالتة ان انا النظام الغذائي، ان انا اقلل من كمية الدهون او الحاجات الدسمة وابتدي اعتمد على الزيوت. الوزن الصحي ان انا يكون جسم رشيق وما يكونش عندي سمنه، لان السمنه المشكله بتبقى بتعمل دهون بتترسب في الاوعيه الدمويه وفي نفس الوقت بتعمل لنا تصلب شرايين والكلام ده كله، وغير كده بتعمل مجهود على القلب عشان القلب يضخ دم للجسم المليان قوي، ده مجهود عليه. فانما لما يكون انسان جسمه رشيق او متوازن فيبتدي ما يبقاش حمل او تقل على القلب. اعمل ممارسه للرياضه، مش مارسه الرياضه ان انا يعني لازم العب كوره او يعني او اعمل مجهود كروي شاق. يعني انا لو هتمشى كل يوم نص ساعه بس تمشيه يعني وسط، لا مني بمد قوي ولا مني مبطئ قوي، تمشيه ولو نص ساعه في اليوم بتنشط الدوره الدمويه، بتنشط القلب، بتحافظ على كفاءه القلب. زي احنا ممكن نبتدي نفهمها بطريقه اسهل، الناس اللي بتلعب رياضه او بتلعب كمال اجسام بيبتدي هو دايما بيعمل رياضه بحيث ان العضلات او جسمه يكون قوي، لو بطل مفيش رياضه بيبتدي جسمه يضعف. او حتى احنا بالنسبه لعيبه الكوره طول ما هو بيلعب في الموسم تلاقي اللياقه بتاعته كويسه، بياخد فتره الراحه ما بين موسم وموسم بيبتدي جسمه ينزل، العضلات تقل، لما اول ما يجي يتحرك يحصل مثلا تقلص عضلي لان هو بقاله فتره قاعد ما بيتحركش. فاحنا باستمرار عايزين حركه ولو نص ساعه. كمان نظبط الضغط بتاعنا، لان انا لو ظبطت الضغط بتاعي انا هحمي نفسي من امراض القلب، انما لو الضغط عالي هيبتدي الضغط ده يضغط على القلب نفسه، القلب هيجي يضخ الدم في الجسم هيقابله كميه ضغط عاليه مش هيقدر، فيبتدي يضخ جامد جامد فيبتدي يحصل عضله القلب ان هي يحصل لها ايه حجمها يكبر، وبنقول تضخم في عضله القلب. لازم نظبط السكر بتاعنا، لان السكر من اعراضه او من مضاعفاته ان هو بيعمل تصلب شرايين وبيأثر لنا على مشاكل الشرايين التاجيه. فانا لو حميت نفسي من السكر ونسبه سكر عندي بقت مظبوطه هبقى ضامن ان ما يحصلش تصلب شرايين نهائيا وابتدي انا صحتي تكون سليمه. قلنا التوتر نقلل منه، احنا عايزين برضو كميه نوم مناسبه. احنا الانسان الطبيعي بينام من 6 ل 8 ساعات، اقل من كده بيبقى فيه ارق، اكتر من كده بيبقى فيه خمول. الحاجه الثانيه اللي لحد ما بنحاول نظبط مواعيد النوم بتاعتنا، لان لو مواعيد النوم مش مظبوطه انا مش بعمل تهيئه شامله للجهاز العصبي، الجهاز العصبي بيأثر على الدوره الدمويه، فبالتالي انا بقوم من النوم مش مرتاح، ولما باجي انام انا بحس فيه صعوبه. يعني دايما الانسان اللي هو بينام في مواعيد ثابته بيجي ميعاد النوم بينام، بيجي ميعاد ان هو يصحى بيصحى، انما اللي بيغير مواعيد نومه من وقت للتاني بيبذل مجهود عشان ينام،
ولما يجي يقوم من النوم بيبقى تعبان بيبذل مجهود عشان يقوم، ففي الحالتين بيبقى فيها ايه مشاكل. فاحنا بنقول ان احنا بنظبط من 6 ل 8 ساعات بحيث ان احنا الجهاز المناعي، الجهاز العصبي، الدوره الدمويه، القلب ياخد راحته بالنسبه لدرجه كبيره، لان المعروف اثناء النوم القلب بيحصل فيه ايه دقات القلب بتكون ايه اقل، فكان انا بعتبر القلب ده بيتحرك حركه بسيطه بحيث ان احنا ما يعملش تحميل عليه. معروف ان القلب ان احنا عدد الدقات بتاعته من 60 ل 90، ده في الانسان البالغ. الولد الصغير اول ما بيتولد بيكون عدد دقات القلب بتاعته بتوصل 150 160، فالام اللي هي مش واخده بالها تقول لك انا دقات قلب الولد سريعه، الولد فيه مشكله في القلب. لازم نفهمها لا، ده هو اول ما بيتولد عدد دقات القلب بتاعته بتكون سريعه جدا، بتوصل 160 170 180، اكتر من الانسان العادي. حتى النفس بتاعنا احنا بناخد 19 نفس في الدقيقه، الولد المولود بياخد 36 نفس، فدايما نفسه بيكون ايه سريع. احنا شكل القلب عندنا كده على الشاشه زي ما احنا شايفين، دي كلها عضل القلب. الحاجات اللي هي من بره دي بنقول اللي هي الشرايين التاجيه اللي هي بتغذي القلب نفسه. شايفين عمليه الانقباض والانبساط، الانقباض دي بتوصل الدم للجسم كله، الانبساط او ان هو حجمه بيزيد بيبتدي يستقبل الدم من الجسم. اللي هي باينه قدامنا دي الشرايين التاجيه، الشرايين التاجيه دي لو الدم ماشي فيها كده رايح لعضله القلب عشان يغذيها. نشوف الجزء الابيض اللي بيبتدي بيزيد 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 بيقولوا عليه اسيروما، ده بيبتدي ضيق هنا في الشرايين التاجيه، ده نسبه الكوليسترول والمواد الدهنيه او المواد الكيميائيه اللي جايه من الدخان وخلافه بتؤدي الى ان الشرايين التاجي بيقل ويعمل لنا مشاكل في الشرايين التاجيه زي ما احنا قلنا ايه من شويه. عدد دقات القلب زي ما احنا عارفين قلنا من 60 ل 90 دقه في دقيقه. بنقول على في الانسان في متوسط العمر بتاعه حوالي 3 مليار دقه في العمر ايه كله. طيب لو جينا نتكلم على الفحوصات، انا يعني هي بتيجي الموضوع ان انا عيان بيبتدي يحس باعراض معينه اللي هي اعراض القلب، بيبتدي يتوجه للدكتور على طول يحس انا اقول عندي مشكله في القلب. طيب قبل ما ندخل في الحته دي، احنا مش اي واحد يجي له تعب في القلب يبقى انا عندي هنا او في الصدر يبقى معناها القلب، لا، انا عندي مشاكل كتيره هنا، ممكن مشاكل في الضلوع نفسها، ممكن انا واخد شويه برد في عضله الصدر احس فيه بوجع في العضله، ممكن الاقي عندي مشكله في المعده او فم المعده بنقول التهاب المعدي. ففي ناس كتير قوي بتتلخبط ما بين لما يقول انا عندي التهاب في المعده وجزء من القلب، لدرجه ان في بعض الدكاتره او عموما معانا اتصال. اتفضل استاذ وحيد. اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا. لو سمحت يا فندم، انا كنت بعاني من مشكله الكوليسترول حضرتك. ايوه. المشكله دي عندي وظهرت مع اخواتي قبل كده لدرجه ان اخواتي الاثنين كانوا تعرضوا لجلطات. تمام. المشكله دي مشكله حاجه وراثه بيني وبين اخواتي، يعني خد بال حضرتك. انا عندي 43 سنه، طولي حوالي 100 180، وزن 75، يعني وزن مثالي قوي. تمام. هي مشكلة ان هي الكوليسترول عندي عالي دايما، فبضطر اخذ العلاج بتاع الكوليسترول ده. تمام. اكلي طبيعي جدا، ما بحاولش اكل دهون ولا مقليات ولا الحاجات دي خالص. بس بالرغم من كده برضه الكوليسترول بلاقيه عالي، لازم اخذ البرشام بتاعه. وبمارس رياضه كويس، واخد بال حضرتك، بس برضه زي ما بقول لحضرتك هي مشكله حاجه وراثيه. يعني مهما كانت ان انا ما باكلش دهون، ما باكلش مقليات، بمارس رياضه كويس، بس برضه برجع اعمل تحاليل الكوليسترول ده والدهون الصحيه بلاقيها عاليه. واخد بال حضرتك؟ وزني زي ما بقول لحضرتك 75 كيلو. بس هي حاجه وراثه عندنا في بيني وبين اخواتي، لدرجه ان اخواتي زي ما بقول لحضرتك تعرضوا لجلطات الاثنين، جلطات في القلب. فانا عايز مش عايز امشي على موضوع الادويه بتاع الكوليسترول دي، لان انا مش عايز أنا يعني مش عايز. هل في، انا كنت بعرف ان في تحاليل ممكن تتعمل كل فتره والثانيه. طيب تمام. اذا كان في استعداد اساسا ممكن يحصل الجلطات دي. تمام. تحاليل سيوله، تحاليل حاجه. وزي ما بقول لحضرتك مره ثانيه، انا مش عايز امشي على ادويه الكوليسترول. انا عايز امارس حياتي اعيش طبيعي، يعني مش عايز امشي على علاج بقيت عمري. تمام. حضرتك ماشي. زي ما بقول لحضرتك مره ثانيه، انا ما باكلش دهون. خلاص يا فندم. انا تمام، الرساله وصلت. ماشي يا فندم، ماشي يا فندم. الاستاذ وحيد بيقول ان هو مشكله الكوليسترول او في عامل وراثي، هو فعلا من بعض امراض القلب فعلا في عامل وراثي.
طيب احنا يعني العامل الوراثي القوي اللي هو في حاجه اسمها هوكم او جيني ده بيبقى صعب شويه، انما بالنسبه للكوليسترول الدهون الثلاثيه ده امر بسيط مش مشكله قوي. انا عشان اقول ان انا مش عايز اخد دواء، انا هي فكرتي ان انا اعمل ايه؟ لا انا لازم اخد دواء، والدواء بتاع اللي هو الدهون الثلاثيه ده مش هنقول اسماء علميه او كلام من ده، هو بيتاخد قرص بالليل لمده 3 شهور. مبدئيا انا بعمل حاجه اسمها ليبيد بروفايل اللي هو الكوليسترول الدهون الثلاثيه، واشوف النسبه عندي كام، وحدد نوع المادة الكيميائية أو الدواء، مثال أوتور مثلا 10 20 أو 40، أبتدي أحدد بناء على نسبة الكوليسترول أو الدهون إيه الجرعة اللي أنا هاخدها، وباخدها قرص بالليل لمدة 3 شهور. بعد 3 شهور بحدد أعمل التحليل مرة تانية وأشوف النسبة اتظبطت معايا، خلاص أنا مش محتاج الدواء. لسه عالية أخد 3 شهور إيه تانيين لحد ما النسبة تتظبط معايا. دي نظريه. في نظريه تانية بحث علمي طالع جديد بيقول لا ده اللي عنده دهون ثلاثيه وكوليسترول يفضل ماشي على الاطور ايه مدى الحياه عشان حمايه ليا ان انا ما يحصلش تصلب شرايين بعد كده. والاهم من ده بناخد اي انسان بنقول فوق ال 40 حتى في امريكا وفي اوروبا بياخد قرصين اسبرين او اسبوسيد اطفال ده دايما بعد الغداء حمايه لنا من الجلطات. الفحوصات اللي لازمه يا استاذ وحيد ان احنا بنعمل حاجه اسمها دهون ثلاثيه وكوليسترول او ليبيد بروفايل كل 3 شهور، وبناخد لازم لا مفر من علاج الدهون بحيث النسبه تتظبط معانا، ولو اتظبطت ممكن ان احنا ايه نبطل. الفحوصات اللي انا اعرفها ايه بقى؟ انا اول حاجه بحط السماعه ابتدي اشوف صوت القلب طبيعي معايا ولا مش طبيعي، عالي ولا مش عالي، فيه مرمر او فيه خفقان او الكلام ده كله. الحاجه الثانيه ان انا حسيت بحاجه معينه والاعراض بتقول للعيان ان في مشكله في القلب، انا شكيت مش السماعه يعني ادتني تشخيص مبدئي ان في مشكله في القلب فعلا، او عشان اقول في القلب او استبعد هل هو ده عضلات، هل هو ضلوع، هل هو مشكله في المعده، هل هو بنكرياس، هل هو ايه بالظبط، هل هو مريء، ابتدي اعرف. خلاص انا بدات اوجه تفكيري ناحيه القلب، يا اما اقول لا ده مش قلب خالص، يبقى اقول للعين ده خلاص لا مشكلتك مش عندي. طب انا توجهت للقلب، خلاص ابتدي اطلب حاجه اكتر تساعدني، اطلب رسم قلب. رسم قلب العادي بين لي الدنيا مظبوطه، خلاص ابتدي اشخص من خلاله. مش قادر اشخص، اطلع للمرحله الثانيه من التشخيص، اعمل حاجه اسمها رسم قلب بالمجهود، وده بيتعمل في المراكز العلميه الثقيله عشان اقدر ان انا احدد نوع المشكله. طيب انا مش قادر احدد برضو رسم المجهود، بس العيان دايما بيشتكي وانا حاسس ومتاكد ان الاعراض منطبقه عليه، ابتدي اعمل موجات فوق صوتيه اللي هي الايكو عشان ابتدي احدد الغرف والشرايين والصمامات والكلام ده، سواء اللي هو الايكو العادي او اعمل الدوبلر عشان يبين لي ايه مشكله القلب. اللي بعد كده بنعمل حاجه اسمها الاسطره. اسطره بندخل من الرجل من هنا، من الفخذ من هنا، او من الدراع عشان اصور ايه اللي موجود جوه القلب من شرايين وصمامات. في اسطره تشخيصيه واسطره علاجيه. الاسطره التشخيصيه هي مبدئيا بس بتدخل عشان تشوف المشكله ايه في القلب، هل هي في الصمامات، هل هي في الشرايين التاجيه، هل هي في عضله القلب، وبتقيس لي ضغط القلب جوه، الضغط جوه القلب زي ما احنا شايفين بتبقى موجوده، ممكن تنزل من الفخذ من تحت او من اعلى. في حاجه الثانيه اللي هي السي تي او التصوير المقطعي، يقول للعيان اعمل لي سي تي على القلب، او بنعمل حاجه اسمها رنين مغناطيسي اما ار اي، او بنعمل حاجه اسمها مسح ذري. يبقى ايه الفحوصات اللي احنا عامله؟ قلنا السماعه دي في عيادتي، بعد كده ممكن يبقى عندي رسم قلب عادي برضو في العياده مش مشكله، ابتدي اعرف ايه المشكله. انا قادر مش قادر اشخص اكتر، ابتدي اعمل رسم قلب بالمجهود، ابتدي اعمل ايكو، ابتدي اعمل استره، ابتدي اعمل حاجه اسمها رنين مغناطيسي ام ار اي او مسح ذري. انا بستخدم الفحوصات دي لحد ما اصل الى يعني حاله فيهم ابتدي اشخص الحاله دي ايه، انما لو انا الاعراض موجوده ومش قادر اشخص افضل ماشي مع العيان بالفحوصات لحد ما اوصل إيه المشكله ايه فين. طيب احنا لو جينا بعد كده اخر حاجه النهارده دي اللي هنتكلم عليها بالتفصيل في الحلقات اللي جايه ان شاء الله بالنسبه لامراض القلب. القلب مبدئيا الامراض العامه هبتدي كل مرض هنقول بعد كده ايه تعريفه، ايه اسبابه، ايه اعراضه، ايه الفحوصات اللي انا عايز اعملها له، ايه العلاج اللي ايه عايز اتناول في الحال بتاعي. معانا اتصال، الاستاذ طلعت اتفضل. الو. ايوه يا فندم اتفضل. ايوه يا باشا معاك يا استاذ طلعت اتفضل. والله يا باشا احنا بنفرح لما بنشوف سعادتك. ربنا يخليك سعاده الباشا، ربنا يخليك يا استاذ طلعت، ده من ذوقك بس. بقول لك ايه يا باشا؟ اتفضل. انا فجاه كده نفس راح، واذا شربت شويه ميه او كلت اي حاجه كرش يعني ارتفع كده ومش قادر اخد نفسي. تمام. وجيت اوطي ولا اسجد ماليش عارف، فماليش عارف، ورحت لدكتور باطني ما عملليش اي حاجه وجاب لي علاج وما عملليش اي حاجه، ورجع قال لي اعمل لي رسم على الصدر.
وعلى القلب. تمام. أنا مش عارف والله يا باشا، وانا بستظر سيادتك. انت كم سنه؟ بقالي 3 ايام قدام التلفزيون. ربنا يخليك. حضرتك كم سنه يا استاذ طارق؟ انا بكلمك وبنهج دلوقتي. ربنا يخليك. حضرتك كم سنه يا فندم؟ انا والله 50 سنه يا باشا. بتاخد علاج ضغط او سكر او اي حاجه؟ حضرتك بتاخد علاج ضغط او سكر؟ لا والله يا باشا. تمام. طيب انت لو عملت مجهود او طلعت، لا يا باشا والله، لو عملت مجهود او مشيت شويه او طلعت مثلا دورين ثلاثه، ممكن تحس بوجع في الصدر ولا نفس بس، ان هجان بس؟ طيب انا هجان وصدر مخروش يا باشا، وما عادش بقدر اعمل اي حاجه يا باشا والله. تشرب وانا تشرب سجاير يا استاذ طلعت؟ يعني عندي اكتئاب وزعلان على نفسي لان ما كنتش كده. تشرب سجاير؟ طيب انا كنت بشرب سجاير وبطلت خالص يا باشا. طيب تمام. طيب عموما الاستاذ طلعت هو من الكلام بتاعه كده، هو غالبا حاجه من الاثنين، والاكثر هي بتكون المشكله خاصه بالجهاز الهضمي. هو بيقول لي انا لما بشرب ميه او بشرب حاجه معينه بحس بتعب في القلب. هو المشكله ايه؟ ان هو لما بياكل حاجه بيحس ان بانتفاخ او بطنه بتتملى، البطن دي بتضغط على الحجاب الحاجز، فهو يحس ان المفروض الحجاب الحاجز ده اثناء النفس بينزل كده وبيطلع، فبيدينا حريه في التنفس. لو ما هو بياكل بكميه كبيره او اي اكل بيحس فيه بانتفاخ، الانتفاخ ده بيضغط على عضله الحجاب الحاجز، فلما بيجي ياخد النفس يحس ان هو مش قادر ياخد النفس. فاحنا اول ما نفكر استاذ علاء في محالتك دي مبدئيا ان هي مشكله الجهاز الهضمي، بناخد اي حاجه مهضم او حاجه للقولون او حاجه للمعده، نتعامل معاك الاول مبدئيا على اساس ان هو جهاز هضمي وندي حاجه للغازات. يبقى مبدئيا انت بتاخد حاجه للهضم، حاجه للقولون، حاجه للغازات، وبحاول بتعمل حركه وتحاول جسمك بتقل، او الكرش ده مثلا بتعمل رياضه بحيث ان هو ينزل. في الحاله دي هتدي حريه للحجاب الحاجز ان هو يتحرك. لو مع الحاجات دي مفيش تحسن، ابتدي بقى انا افكر في موضوع القلب، انما ده غالبا مش هيبقى فيه مشكله في القلب ان شاء الله. الحلقات اللي جايه ان شاء الله اللي احنا قلنا هنتكلم عنها بالتفصيل اللي هي امراض القلب. لو جينا نبص على القلب من بره تدريجيا بنقول في غشاء اسمه غشاء التامور حوالين القلب، بنقول بيحصل فيه التهاب. فاول مرض هنتكلم عليه مثلا اسمه البريكارديتس، ده الغشاء اللي هو بيحيط بيحفظ طبقه عضله القلب. طيب لو جينا ندخل لعضله القلب نفسها فيها مشكله، ممكن يبقى المشكله في عضله القلب نفسها، تضخم في عضله القلب، اقول عليها ايه؟ مايوكارديتس او كارديوميوباثي. لو جينا ندخل جوه القلب نفسه في الصمامات او الاغشيه الداخليه، بيبقى في امراض اسمها اندوكارديتس او امراض خاصه بالصمامات، سواء الصمام المترالي بيبقى فيه ارتخاء او ضيق بنقول عليه استينوزس او ريجيرج. دي الحاجات الخاصه بالقلب. طيب في حاجات جوه القلب تانية، ايه هي؟ بنقول في حاجه اسمها منظمه ضربات القلب اللي بنقول عليها اسمها اس اي نود او بيس ميكر. البيس ميكر ده احنا بنحطه لو في مشكله في الاس اي نود او اللي هي العقده الجيب اذينيه، دي هي بتنظم لي حركه القلب. لو الشحنه الكهربيه فيها زايده بتخلي عضله القلب تضخ بدرجه كبيره، قليله بتخلي عضله القلب تضخ بدرجه بسيطه. فبنقول في القلب هنا حاجه اسمها عقده جيب اذينيه، هي ضفيره مسؤوله عن عقده بسيطه تولد كهرباء يبتدي تخلي القلب يبتدي يضخ. بعد كده بننزل ما بين الاذين والبطين عقده اذينيه بطينيه، هي دي بتاخد الجزء اللي باقي من الكهرباء عشان توصل للبطين يبتدي برضه يضخ. لو في مشكله معينه او مشاكل معينه في العقده جيب اذينيه او الاذينيه بطينيه يبتدي يحصل فيه، يقول لك في مشكله عندي هنا في كهربة القلب، او بنقول عليها اريزميا وليها اعراض ثانيه هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. المرض اللي هو مشهور قوي او بيسبب مشاكل لناس كتيره اللي هي امراض الشرايين التاجيه. امراض الشرايين التاجيه اللي احنا قلنا ايه هو الشريان التاجي؟ اللي هو الشرايين اللي طالعه من القلب، في شريان طالعه بتغذي الجسم كله، في شريان طالع من القلب راجع للقلب نفسه عشان يغذيه، ده اسمه الشريان التاجي. لو الشريان ده قل او حصل فيه كوليسترول او دهون اترسبت فيه حجمه بيضيق، فكميه الدم اللي جايه للقلب بتكون قليله، فبيحصل هنا يقول لك عنده مشكله في الشرايين التاجيه. الشرايين التاجيه دي بنبتدي اول ما نشخص حالتها زي ما قلنا برسم القلب بالايكو بالكلام ده كله، العيان لما يجي له حاله من دي بتكون صعبه جدا بتدخلنا في حاله اسمها ذبحه صدريه او جلطه القلب. في نهاية الحلقة بشكركم، كان معكم دكتور سيد الشهاوي أخصائي البطنة والقلب، والحلقات الجاية إن شاء الله هنبتدي نتكلم على أمراض القلب بالتفصيل، وفرصة سعيدة وأتمنى أشوف حضرتك بخير إن شاء الله. السلام عليكم. لا
للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.